يوم 12 ديسمبر سنة 1973 التليفون رن في بيت الفريق سعد الشاذلي الساعة 8 بالليل، والمتصل كان المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية. وبعد تحية واستلام المشير طلب من الفريق الشاذلي يعدي عليه في مكتبه بعد نص ساعة، وبالفعل الشاذلي وصل في الميعاد وكان موجود في المكتب الفريق الجمصي واللواء سعد مأمون، لكن المشير أحمد إسماعيل طلب منهم يسيبوهم لوحدهم. بعدها قال له الرئيس السادات قرر إنهاء خدمتك كرئيس أركان حرب القوات المسلحة وتعيينك سفير في وزارة الخارجية، وبكرة تكون موجود في مبنى الوزارة الساعة 8 صباحا. الشاذلي رد وقال له أنا بشكر الرئيس على تعييني في الخارجية، لكن يا ريت تبلغه إني بعتذر عن منصب السفير والأفضل أقعد في بيتي. المشير أحمد إسماعيل سأله يعني أنت بترفض طاعة أمر الرئيس؟ الفريق الشاذلي قال له سيادة الوزير تقدر تفسرها زي ما أنت عاوز، لكن لو كان الرئيس معتبر التعيين خدمة ليا يبقى من حقي أقبل الخدمة أو أرفضها، ولو كان المقصود من التعيين العقاب فأنا برفضه وبفضل يكون في تحقيق ومحاكمة عشان الحقيقة تبين. المشير اندهش وقال له الكلام ده خطير، متأكد إني أبلغ الرئيس بيه؟ الفريق سعد رد أيوة والتليفون جنبك أهو وممكن تبلغه فورا. الوزير أحمد إسماعيل حاول يقنعه وقال له الرئيس مقدر مجهودك في القوات المسلحة وبلاش تزعله وتخليه يغضب عليك، لكن الفريق الشاذلي فضل مصمم على موقفه ومد ايده وجاب ورقة من على المكتب وكتب فيها اعتذار رسمي عن منصب السفير واداه للمشير وهو بيقول له الرئيس لما يعرف هيحاكمني مثلا، انا عاوز كده ومستعد تماما. والساعة 9:30 رجع الفريق الشاذلي على بيته وحكى لمراته اللي حصل، وتفاجئ انها فرحت وقالت له الحمد لله انك سبت القوات المسلحة بعد ما عبرت بيهم القناة، ومحدش كان مصدق ان ده كان ممكن يحصل. بعد ساعتين التليفون رن تاني، والمتصل المرة دي كان اللواء حسني مبارك قائد القوات الجوية وطلب مقابلة سريعة. الفريق الشاذلي حاول يتهرب وقال له خليها بكرة على اساس ان خبر اقالته هيتزع الصبح ومش هيبقى فيه معنى للمقابلة، لكن مبارك اصر، وهنا الشاذلي اضطر يقول له انا ما بقتش رئيس الاركان ومفيش داعي للمقابلة. وتفاجئ باللواء مبارك بيقول له أنا عارف وعشان كده عاوز أقابلك ومعايا رسالة من الرئيس. الشاذلي رد أهلا وسهلا أنا في انتظارك. وصل اللواء حسني مبارك البيت ونقل للفريق الشاذلي رسالة من 5 نقط. قال له سيادة الرئيس بيقدر تماما اللي قمت بيه في خدمة القوات المسلحة في السلم والحرب، لكن الخلافات اللي بينك وبين الوزير تجاوزت الحدود ومش ممكن تستمر كده، وتعيينك سفير مش تقليل من درجتك، بالعكس هتستمر بدرجة وزير وهتاخد مرتب وبدل تمثيل وزير، وكمان هيرقيك لرتبة فريق أول. وبعدين يا سيادة الفريق الرئيس ناوي يبعتك سفير في لندن، وده أفضل منصب دبلوماسي يتمنى إنسان، والرئيس متعشم تقبل المنصب. بعد ما خلص كلامه الفريق الشاذلي قال له يا محمد لو الرئيس استدعاني وقال لي الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي كنت هوافق فورا، لكن انه يبعتلي مع احمد اسماعيل وهو عارف كويس الخلافات اللي بيني وبينه يبقى كده هو منحاز لي ومؤيد لموقفه. وبعدين قال له هرد عليك زي ما رديت على احمد اسماعيل، لو المنصب مكافأة فانا بشكر الرئيس وبعتذر عن المكافأة، ولو عقاب يبقى نحط النقط على الحروف ونتحاسب بطريقة علنية، ومحدش هيقدر يجبرني اقبل اي منصب. عارف اللواء مبارك ان مفيش فايدة ورجع بلغ السادات باللي حصل. وتاني يوم الجرايد صدرت وفيها خبر تعيين الفريق الجمصي رئيس للأركان من غير أي ذكر لمصير الشاذلي اللي مرحش الخارجية عشان يستلم شغله الجديد، ورغم كده إجراءات تعيينه تعاملت. بعد كام يوم الجرايد نشرت القرار الجمهوري بتعيينه سفير في لندن، ولما شاف الخبر اتعصب واتصل برئاسة الجمهورية وطلب مقابلة مع رئيس السادات، وحصل الاجتماع بينهم يوم 6 يناير سنة 74 في أسوان. وأول ما السادات شافه قال له لا 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 يا سعد أنا زعلان منك، إزاي تعمل كده؟ أنت اتجننت؟ بقى بعت لك حسني مبارك برسالة مني فترفض الرسالة؟ أنا لما حسني قال لي إنك رفضت قلت أبعت أجيبك وأكلمك بنفسي، لكن حسني قال لي ده مصمم وراكب دماغه. طب وبعدين يا سعد؟ الفريق الشاذلي قال له يا سيادة الرئيس أنا مش زعلان إني سبت القوات المسلحة، لكن ضايقني الأسلوب اللي سيادتك بلغتني بيه بالقرار، سيادتك عارف اللي بيني وبين أحمد إسماعيل ورغم كده خليته يبلغني. السادات رد وقال له أنا عارف اللي بينكم، وعشان كده لما أحمد قال لي إنك رفضت وحكالي الكلام اللي قلته افتكرته بيبالغ فقررت أبعت لك حسني مبارك لكن برضه رفضت.
فقلت أجيبك أنا وأقولك، بس حسني قال لي بلاش دلوقتي. وبعدين ضحك وقال له صحيح، هو بيخاف منك كده ليه؟ أنت بتعمل إيه في اللي شغالين معاك عشان يخافوا منك كده؟ وفضل السادات يشيد بيه وبدوره وقال له ثقتي فيك كاملة، كل الحكاية إني نقلتك من مجال لمجال، وكنت مضطر لده بسبب خلافك مع أحمد إسماعيل، لازم واحد فيكم يمشي، وأنا شفت إن الأفضل إن أنت تمشي، وعرضت عليك أفضل منصب عندي عشان مهمتك تبقى كبيرة. الفريق الشاذلي استغرب من الكلمة الأخيرة، وقبل ما يسأل إيه المهمة الكبيرة، السادات كمل كلامه وقال له لندن دي هتبقى غطاء لشغلك الأساسي، إحنا دلوقتي على اتصال بألمانيا الغربية وهيدونا سلاح متطور، وسافرنا هناك راجل مدني واسمه محمد إبراهيم كامل وما يفهمش في الموضوعات العسكرية، فأنت هتعمل رحلات مستمرة من لندن لألمانيا عشان السلاح، وتقدر تعتبر وظيفتك في لندن موضوع ثانوي، ودورك الأساسي هو تسليح الجيش، وأنا ما عنديش أفضل منك للمهمة دي. هنا الفريق الشاذلي اعتبر إن الرئيس رضاه ووافق على المنصب وسافر لندن. وبعد ما وصل هناك وعدى شهر واتنين وتلاتة ما لقاش أي حاجة بخصوص موضوع السلاح، فاتصل بسفير ألمانيا في لندن يسأله، والراجل ما كانش عنده أي فكرة، لكن وعده إنه هيتواصل مع الحكومة بتاعته. بعدها رجع وقال له مفيش أي حديث عن صفقات سلاح بينه وبين مصر. وعرف الفريق الشاذلي إن الرئيس السادات خدعه وضحك عليه بموضوع الأسلحة والمعدات الألمانية عشان يطلعه بره مصر، وبسبب كده ابتدى يخاف على حياته، وافتكر اللي حصل للفريق الليثي ناصف في لندن، وعن طريق اتصالات معينة قدر يعمل جواز سفر ليبي ليه ولمراته بأسماء مستعارة عشان يتحرك بيه في أي لحظة، واستنى لحظة النهاية بينه وبين السادات. وفعلا حصلت بعدها بشوية، واستقال من منصبه وراح عاش لاجئ في الجزائر، ومن هناك هاجم الرئيس بكل عنف، والسادات أهانه كتير وكان مسميه الفريق المنهار. رحم الله الجميع وغفر لهم.